السلام عليكم my friend chat GPT. Now I will talk in Arabic, but please convert everything to the English because you are the one I was talking in English, you are the one who wrote this. Assalamu alaikum, أرجو أن أكتب كل شيء بالإنجليزية. This is what I said. التي ستكتب في 40 فتحات. فترات, هي فترات ليست فتحات. Intervals. وكلها في 40 فترة وكل فترة شهرين. وفي كل فترة سيكتب الكاتب وسأنقل ما يكتب الكاتب إلى المنتج. كل شهرين سيكتب النص لشخصيتكه والنص لشخصيته, وهذا النص استغرق فقط 5 إلى 8 دقائق في إجابة على أسئلة. طبعا النص نفسه ألفوا يوهو ونص كوهو ألفوا كوهو, فالاثنين يعني نقدر نشبههم بما يجري الآن في انتخابات أمريكا الآن. يعني خلال الشهرين كامالا هاريس وعندنا ترامب, فمشابه للديبيت. بس تقريبا كوهو مجموعة الشرق, يعني من حدود إيران بالنسبة للدول النووية وباكستان والشرق, لأنه الكلام عن الحرب المتوقعة النووية أنها تهلك البشرية. في النص إنه الاثنين أصلا ما يؤمنوا بنظرية المؤامرة الكونسبيرسي, يعني هذه بالنسبة هم عندهم علم أعلى من كده. يعني واحد مؤيد زي الآن الديمقراطيين والجمهوريين, واحد مؤيد ضرورة الردع والحروب والكذا حتى لا تهلك البشرية, يعني كأنه, لكن ما له علاقة لا بالدين ولا بالسياسة. العلاقة في النصوص الإيمان بالملائكة, تدخل الملائكة لو صارت حرب عالمية ثالثة. الناس الآن بتتكلم, فلو صارت في خلال 8 سنين, لأنه حيستمر كتابة النصوص 8 سنوات, 40 في شهرين 80 شهر, فبتحكي 80 شهر. أما النص حيختزل طبعا 80 شهر, عندنا 120 شهر أو 60 شهر, هذه 5 سنوات, 120 10 سنوات, ف80 أقل, يعني 8 سنوات 80 شهر. فإذن حيكون في 80 أو 40 نص
40 في تقريبا 5 دقائق 200 دقيقة. طبعا 120 دقيقة ساعتين. فحيكون تقريبا 4 ساعات الفيلم. أو هو 4 أجزاء. كل جزء تقريبا 50 دقيقة. طبعا هل ممكن ينفذ في 8 أشهر؟ ما أعتقد، أعتقد 20 شهر الأربع أجزاء، لأنه الآن في انقسام. هل حتتدخل الملائكة؟ لأنه الحرب بوادرها بدأت، بوادر الحرب بدأت، في صراع ممكن يثير أي أحد فيطلق الصواريخ النووية طبعا من كل الأطراف. يعني ممكن يطلع رئيس كل الرؤساء هم بيدهم الضغطة، ودائما الشنطة معاه، شنطة الكنترول أو التحكم. يعني في دائما لو راح البيت في واحد ماسك الشنطة وموجود ومعاه في نفس البيت، يعني في غرفة محل نوم، سواء البيت الأبيض أو احتمال كلهم عندهم زي البيت الأبيض. ودائما الرئيس في حالة الحرب النووية أو أي حرب يكون في مكان يتخبى ويجلس نائب الرئيس. الآن بيفكروا كمان إنهم يطلعوا في الجو في طائرات تشيل مكتب الرئيس كامل. هذا كله حاجات موجودة. أنا أكتفي بهذا القدر وأنتظر عزيزي شات جي بي تي إنك تكتب كل الكلام اللي أنا قلته الآن بس بالإنجليزي، لأنه الرواية باللغة الإنجليزية.